السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باكم جديد مايد، اليوم فيديو جديد في المغرب منطقة مراكش. بنقدم لكم إن شاء الله اليوم شيء جدا جميل، أول مرة أشوفه في حياتي وأول مرة للمغرب. نحن في ساحة الفنا أو ساحة جامع الفنا، فبنروح وبنستكشف. ما بطول عليكم، الجديد لا تنسى اللايك والاشتراك وخلونا نروح. Let's go. هاي تحركها، لا حركه 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 حركه، لا ما حركهاش، حركه حركه. انت انت حركه، انا هاي علي ماشي، علي ماشي، هوبا تاكي هوبا تاكا، لا 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 علي ماشي، علي ماشي، عطني هاي، لا لا لا. هذا اصعب شي شويه، ها عفوا جيت وخرجها. ايوه والله سيبو، يلا انت وحده وانا وحده، يلا اتيكاوا. انت قول اتيكا اتيكا، اوكي اتيكاوا اتيكا اتيكاوا اتيكا اتيكاوا اتيكا 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 مرحبا بكم، وساعة مبروكة، ومرحبا بكم هذا من الرقص، من الصباح حتى الضروكة، 13 تلا فوكا، ما تسال حبوكا، وقول أنا فوكا، ولا تغامش لوكا، أكثر فوكوكا، هو، أي، هكا هو، أي، وي، 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 أنا من الصحة. القعدة كم تسوى؟ انتوا شايفين نحن هني، هذه أكبر ساحة في مراكش اللي يجمعون فيها، فيها فلكلور، فيها التراث، فيها كذا أشياء، فيها محلات، فيها نفس ما انتوا شفتوا قبل شوي الشيئين الاثنين، في وايد أشياء هني. طبعا محلات الفواكه على اليمين هني، وهني بعد ما شاء الله المكان كبير كبير كبير، ما أعتقد إني بقدر أغطيه كله، بس خلونا نكمل ونروح نستكشف. يلا طبعا الريحه ما تنوصف من هنا، من الزيوت الريحه خرافيه. طبعا هنا السوق، دخلنا ناحيه السوق الحين، في على ما اظن مكان للجلود او في كذا شيء، بنروح نستكشفهم الحين. يلا هذا شو؟ هذيك كاوكاو كاين لوس. اوكي، اذا عطنا نجرب شيء. مرحبا. عطنا شو عندك شيء، خلينا نجرب اشوف. عطني اياه. 5 دراهم من واحد. مالي مالي، عطني بجرب. ايش اعطيك؟ اعطيك هذا؟ هذا. هذا هذا. خلينا نجرب. ما مالح، عبالي حلو. اوكي. لا طعمه حلو والله، بس مالح يعني، حلو جميل، مش حلو حلو ثويت. والله لبسه جميل وانت انسان جميل. الله يبارك لك. والله ابتسامتك جميلة. نقول ان شاء الله نبداو. يلا يلا بينا. بسم الله يا ربي على بابك. بسم الله حبيبي. الله يبارك لك. الله يبارك لك. طلع شوي. اوكي. طلع. هو انت لابس قفاز، انا ايدي منسلخة حر. حركة جديدة هاي. سخن. يا بسخن. مزيان بس تخليت شوية على الباب. حار. زوينة. حار حار شوي، قرب شوي. اوكي بسم الله. ضحكي ولابي وقد جوحي. لا 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 جميل. عيش ايامك، عيش بالروح والعين والقلب. الله 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 ال
وعيش بالروح والعين والقلب. ما شاء الله الله لا 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 نفس ما انتم شايفين هنا الحين وصلنا نحن السوق السوق القديم. طبعا في اشياء قديمه جدا وفي اشياء محدثه، بس خلونا نروح ونشوف الاشياء اللي موجوده عندهم، بتنصدمون لان انا انصدمت. تعالوا هذا هذا شو فيه؟ هذا مشربل. ها؟ مشربل. شو؟ مشربل. المهم ما توابل. اوكي اوكي. حار فيه حار؟ الله يسامحك. اه اوكي. عندهم تقريبا فوق ال 15 نوع زيتون. هذا بصل صح؟ ولا شو ها؟ حامض هذا حامض. ليمون؟ اه اوكي عندهم ليمون بعد. والله حلو. لا حار لا حار لا حار لا شكرا شكرا يعطيك صحة شكرا. طبعا الحين بنروح وبنركب الخيل وبنستمتع انا وياكم انتم في الاجواء. خلونا نروح ليتس جو. طبعا ما نفس ما انتم شايفين هنا وراي اقدم مسجد في مراكش اسمه جامع الكتبيه اظن الكتبيه صح؟ ف ترى المناره كبيره والله كبيره ما شاء الله كبيره. فخلونا نروح داخل ونشوف يلا تعالوا. طبعا وصلنا نهايه الفيديو، اتمنى ان الفيديو عجبكم. طبعا هذه الحلقه الاولى، بتكون في حلقه ثانيه ثالثه ويمكن رابعه. ف لفه سريعه جامع الفنا وجامع الكتبيه اللي وراي نفس ما شفتوه. ان شاء الله كان شيء خفيف، اول مره ازور المغرب، شيء جميل شيء حلو جدا عجبني، فيها اشياء جديده علي، في حضارات جديده، بس انها كبلد جدا جميله وشعبهم طيب. اتمنى اذا عجبكم الفيديو تضغطون لايك وشير وليدي سبسكرايب. يعطيكم العافيه، باي باي.